أنا صار لي 3 أيام جيت من قطر، يعني أنت تتخيل راعي الستوتة يقول لك تعال في بيتي تغدى، والله كرم لا يعلى عليه، والله ما شفناه في حياتنا كلها صراحة، شيء مبهر، شيء رفعت راس. والله كلش حلو، فرحانين بالفوز، كل هلا بشقنا الخليج، بشقنا العرب، كل هلا حياهم الله. احنا من خلال قناة التغيير نطلب رفع الحظر عن الملاعب العراقية، وخير دليل تواجد هذا الجمهور، هذا الجمهور العراقي في بغداد. هلا بجيت الخليج وهلا بضبتهم، هلا بجيت الخليج وهلا بضبتهم، ترى كلش عزيزة اليوم شوفتهم، وكل بغداد ترحب بجاي علينا، وكل بغداد ترحب بجاي. بعد اللي صار والحروب اللي صارت وكل اللي صار، الشعب العراقي يستحق هاي الفرحة ويستحق هاي البطولة، ونظل هاي الشباب اللي راح تبدي بالتغيير، والشباب اللي راح من ساحة التحرير، ومن ساحة التحرير إلى البصرة، عالمية عالمية.